بسم الله الرحمن الرحيم، نلتقي مجددا في شرح مادة التحرير العربي. وكنا قد بدأنا الحديث عن موضوع الرسالة، وكنت قد ذكرت لكم أن الرسالة لها ثلاثة أنواع: الرسالة الأدبية والرسالة الإخوانية، وقد تكلمنا عن هذين النوعين في محاضرات سابقة. واليوم إن شاء الله تعالى نتحدث عن النوع الثالث، وهو الرسالة الإدارية والديوانية. والمراد بهذه الرسالة هي الرسالة التي تكون وسيلة اتصال بين الإدارات الحكومية أو المؤسسات الأهلية والتجارية وعملائها، بين الرئيس والمرؤوس في المؤسسات الحكومية أو الأهلية أو غيرها. لذلك هي عبارة عن الخطابات التي تدور في المؤسسات، سواء كانت هذه المؤسسات حكومية أو أهلية. فخطاب الطالب الذي يسميه معروض إلى رئيس القسم أو عميد الكلية هو رسالة إدارية. خطاب رئيس القسم إلى عميد الكلية أو عميد الكلية إلى رئيس القسم هو رسالة إدارية. البيانات الملكية والقرارات الملكية هي رسائل إدارية. قرارات التعيين وقرارات التوظيف إلى آخره، كل هذه رسائل إدارية. وتسمى الديوانية لأن الوزارة كانت تسمى في النظام السياسي الإسلامي الديوان، فيقال ديوان التجارة وديوان الزراعة وديوان الصناعة وديوان التعليم، ديوان الجند، ديوان الشرطة، بمعنى الوزارات، بمعنى الوزارات. ولا زال لهذه التسمية بقية. لذلك يسمى الديوان الملكي، المقر الذي يعمل فيه خادم الحرمين الشريفين يسمى الديوان الملكي، الديوان الملكي. وهذه تسمية باقية من العهد القديم، لذلك تسمى الرسائل الديوانية أو الإدارية. من المواقف التي تتطلب كتابة رسائل الإدارية كثيرة جدا، ولكن نضرب لكم بعض الأمثلة: إعطاء التعليمات، الاستفسار عن الموضوعات، الإشعار بوصول شيء، الشكوى، الاعتذار، التقدم بطلب وظيفة والحصول على خدمة، الدعوة إلى اجتماع أو حفل رسمي، الرد على دعوة أو طلب. وهي كثيرة جدا غير متناهية. وأضرب لكم بعض الأمثلة من حياة الطلاب: حين تقدم طلب لرئيس القسم بالاعتذار عن غياب أو بطلب تأجيل دراسة، فكل هذه رسائل إدارية. طبعا الرسائل الإدارية مهمة جدا لأنها مستند يمكن الرجوع إليه، يتوقف عليها كثير من القرارات التي تمس حياة الأفراد في المؤسسة، وأحيانا تمس حياة كل فرد. كلما زادت يعني منصب المسؤول الذي أصدر القرار، كلما كان قراره يعني أوسع بالنسبة إلى من يعنيه ذلك القرار. تعد وسيلة لتقوية الصلات بين المرسل والمتلقي. حين يوجد خطابات إدارية بين الرئيس والمرؤوسين، كان يكون خطاب شكر أو يكون يعني خطاب شكر وتقدير على ما قام به من إنجازات ومهام، فإنها تقوي الصلات بين الرئيس والمرؤوس. تعد وسيلة إعلان في الرسائل التجارية، يمكن نسخها وإرسالها إلى عدد كبير من الأفراد بالنسبة إلى تسهيل إنجاز الأعمال. طبعا الرسائل الإدارية كانت تكتب على الورق، ومع ثورة الاتصالات الحديثة بدأت المطالبات بالحكومات الإلكترونية التي تعتمد التواصل الإداري، يعني الرسائل الإدارية فيها تكون بطريقة إلكترونية عن طريق يعني أجهزة التواصل الحديثة. هناك من يفضل الطرائق التقليدية لحفظ المستندات والتواصل، وهو أن تكون مطبوعة على ورق ويتم إرسالها عن طريق الصادر واستقبال ما يرد عن طريق الوارد، عن طريق الموظفين والعمل البشري. وهناك من يؤيد الحكومة الإلكترونية والجامعة الإلكترونية. هناك من يتحدث عن سلبيات في هذه الطريقة، فيقول مثلا إن التواصل الإلكتروني يعرض المعلومات لخطر القرصنة الإلكترونية والاختراق والسرقة إلى آخره. لذلك هناك يعني جدل دائر، ولكن الذي يهمنا هو أن نتحدث عن الرسائل الإدارية، سواء كتبت على ورق أو كانت عن طريق التواصل الإلكتروني. الأجزاء الرئيسة للرسائل الإدارية تبدأ بالبسملة،
التاريخ، وهذا مهم جدا. لذلك نجد الورق الرسمي في أقصى اليسار يوجد التاريخ من أجل تقييد التاريخ، ونجد البسملة أيضا مطبوعة وجاهزة، المرسل إليه ولقبه وعنوانه، التحية الافتتاحية، وعندنا نحن المسلمين نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، لأن هذه افتتاحية التي تكتب في جميع الخطابات الرسمية. ثم بعد ذلك موضوع الرسالة، ويستحسن أن يقسم الموضوع إلى مقدمة تشرح فيها الموضوع عموما، ثم صلب الرسالة، ثم خاتمة موضوع الرسالة، ثم بعد ذلك تحية الختام، وتقبلوا خالص التقدير والتحية أو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع إضافة الإشارة إلى المرفقات، وبعد ذلك كتابة الاسم والتوقيع، وبعد ذلك كتابة عنوان مقدم هذه الرسالة. وإذا أردنا أن نتأمل هذه الأجزاء العشرة على مثال يسير وواضح وقريب من كل طالب من الطلاب، وهو تقديم ورقة لرئيس القسم تسمونه معروض، تقديم خطاب لرئيس القسم لأنك تأخرت أو تغيبت عن اختبار من الاختبارات النصفية والنهائية بسبب مرضك لا سمح الله. فلاحظ أنك ستقول بسم الله الرحمن الرحيم وتكتب التاريخ، ثم ستقول سعادة رئيس قسم اللغة العربية وأدابها الدكتور فلان بن فلان سلمه الله. إذن أنت كتبت اسم المرسل إليه ولقبه وعنوانه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه التحية الافتتاحية. ثم بعد ذلك موضوع الرسالة، تبدأ بالمقدمة تلخص المشكلة، فقد تغيبت عن اختبار مادة النحو رقم كذا يوم السبت الموافق كذا كذا. إذن أنت الآن بدأت بمقدمة بيّنت فيها المشكلة، صلب الرسالة، وقد تقدمت إليكم بخطابي هذا لأبين لكم أنني قد تغيبت على الاختبار بسبب مرضي، حيث تنومت في مستشفى عسير المركزي لمدة 3 أيام، كان يوم الاختبار من ضمن هذه الأيام. ثم الخاتمة، لذا أرجو منكم التلطف بالنظر في موضوعي لتعويضي في هذا الاختبار بإجراء اختبار بديل في هذه المادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم تكتب تحت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المرفقات نسخة من التقرير الطبي الذي يثبت مرضي، ونسخة من قرار التنويم، إذن هذه المرفقات. ثم تكتب اسمك وتوقيعك، ثم العنوان في الجامعة هو الرقم الجامعي لأنه يكشف لك جميع معلومات الطالب. إذن أنت في هذه الورقة اليسيرة التي مر بها كل طالب منكم تقريبا، لأنها ليس هناك طالب إلا وقد تقدم بطلب، سواء هذا الطلب أو غيره، إلى رئيس القسم أو عميد الكلية، فهذا هو معنى الرسالة الإدارية، وهذه هي الأجزاء الرئيسة لها. لو أردنا أن نطلع على نموذج من الرسائل الإدارية الديوانية، وسنطلع على نموذج قديم من الرسائل الديوانية القديمة، نجد هذا النموذج من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري حين ولاه القضاء في اليمن، وقد أرسل له الرسالة باعتباره هو أمير المؤمنين وذاك قاضي قد ولاه في المنصب، وأرسل له هذه الصحيفة المشهورة التي وضع فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أسس القضاء، فبدأها كما ترون من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس يعني أبا موسى الأشعري، ثم حياه فقال سلام عليك أما بعد. ثم بدأ في الرسالة، صلب الرسالة أو موضوع الرسالة، وقد بدأ فيه بمقدمة، فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، هذه مقدمة. ثم بدأ في توجيه النصائح والتوجيهات إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، ثم ختمها بقوله والسلام، وهي رسالة وضع فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أسس القضاء التي استخلصها من الهدي الإسلامي في القرآن الكريم والسنة النبوية،
وسأختم هذا الدرس بقراءة هذه الرسالة العجيبة. يقول فيها من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس سلام عليك، أما بعد، فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فافهم إذا أدلي إليك، فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له. آسي بين الناس في مجلسك ووجهك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك. البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، والصلح جائز بين الناس إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. ولا يمنعك قضاء قضيته بالأمس فراجعت فيه نفسك وهديت لرشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الحق لا يبطله شيء، واعلم أن مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. الفهم الفهم فيما يتلجلج في صدرك مما ليس فيه قرآن ولا سنة، واعرف الأشباه والأمثال، ثم قس الأمور بعد ذلك، ثم اعمد لأحبها إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترى. اجعل لمن ادعى حقا غائبا أمدا ينتهي إليه، فإن أحضر بينة أخذ بحقه، وإلا استحللت عليه القضاء. والمسلمون عدول في الشهادة إلا مجلودا في حد أو مجربا عليه شهادة زور أو ضنينا في ولاء أو قرابة. إن الله تولى منكم السرائر ودرأ عنكم بالبينات، وإياك والقلق والضجر والتأذي بالخصوم في مواطن الحق التي يوجب الله بها الأجر ويحسن الذخر، فإن من صلحت سريرته فيما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن تزين للدنيا بغير ما يعلم الله منه شانه الله، فإن الله لا يقبل من عباده إلا ما كان خالصا. فما ظنك بثواب عند الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته؟ والسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونلتقي مجددا بإذن الله.